أكد صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على أن مملكة البحرين سوف تواصل الإسهام في مواجهة التيارات المتطرفة ودعم تكاتف الجهود الدولية لمكافحتها واستئصال مواردها الفكرية والمالية باعتبار ذلك عاملا رئيسيا في تحقيق استقرار وأمن الشعوب. وأشار سموه لدى لقائه مع نائب أدميرال مارك فوكس مساعد قائد القوات المركزية الأمريكية هذا اليوم بقصة الأقضبية أن مملكة البحرين ستظل مؤمنة بخط الاعتدال وقيم الانفتاح ورحابة الأفق وثابتة على مواقفها في التصدي إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة للتنظيمات المتطرفة الإرهابية ومكافحتها للحد من ممارساتها الإرهابية وشرورها على الشعوب والأوطان التي تدل على همجية هذا الفكر البعيد كل البعد عن التعاليم الدينية السامية والقيم الإنسانية الراسخة التي تؤمن بقيم التسامح والتعايش واحترام النفس البشرية وصون حرمتها. وخلال اللقاء استعرض سموه مع مساعد قائد القوات المركزية الأمريكية وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منوها سموه بالتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة خاصة ما يتصل منه بدعم استقرار وأمن المنطقة.